معك دكتور محمد غنيم. ازاي نتعامل مع الاولاد اللي عندها ADHD؟ ADHD مع هي اختصار ل Attention Deficit Hyperactivity Disorder، قصور الانتباه وفرط الحركه. الفيديو ده مهم وعايزكم تتفرجوا عليه عشان نعرف ازاي نتعامل مع الطلاب اللي عندهم المشاكل دي ونقدر نساعدهم اكتر حاجه. أول حاجة هم في ثلاثة جروبس هنا اهوت. الـ inattention السيمبتومز بتاعتها، يعني الموضوع ADHD دوت، في ثلاثة جروبس عندنا. inattention اللي عندهم قصور في الانتباه، واللي عندهم فرط في الحركة، واللي عندهم تهور أو اندفاع. طيب ايه اللي المفروض انت تعمله في البيت او في المدرسه؟ كمان لازم تعمل الانفايرمنت، البيئه اللي حواليهم مناسبه، يعني الاعاد يبقى جنب المدرس عشان ما يحصلش اي ديستراكشن، يعني ايه الاولاد يعني انتباهها ما يروحش. والحاجات اللي هي بتحفز الاولاد ان هم ما ينتبهوش، زي مثلا انك طالب يقعد يلعب بالقلم كده اهو، الحاجات دي كلها بتشتته سهل جدا ويركز فيها اكتر ما هو شغال. وتحطهم على سكاديول على طول، تعمل له ستوب ووتش جنبيه كده اهوت، المفروض تخلص اللي وراك دوت دلوقتي، اول ما قبل ما ترن كده، يبقى انت كده على دماغه، فهو ما عندوش وقت ان هو ينتبه ويتشتت. وخليه يتصاحب على، او خلي الطلاب كمان اللي هم كويسين او ايجابيين يتصاحب عليه، وخليه برضو يشتغل مع نوع ده من الطلاب، يعني يشتغل في مجموعه مش يشتغل لوحده معظم الوقت. بس اهم حاجه انك لازم تشرح له المطلوب منه، اللي المفروض يعمله بشكل يعني يعيدوا وراك. أنا عايزك تخلص من 1 لـ5، يعني هتخلص 1، 2، 3، 4، 5، عيد ورايا. لأ قول لي أنا مطلوب منك إيه، يعني لازم يقوله. فدي واضح الكلام؟ واضح، بس تفضل. فهي دي الطريقة في التعامل، إزاي نساعدهم دايما تكون باصص له، وإنت لما تيجي تتكلم معاه لما بتدي له تعليمات تكون عينك في عينه. وبعدين زي ما قلت انا، ان لوحده كده هو، بعد ما الناس تبدا تطلب منه انه يعيد اللي انت طلبته من المجموعه، ويكون انت عامل شانل بوك، عامل كده كراسه مع ولي الامر، او ولي الامر نفسه يطلب من المدرس انه يعمل كراسه اسف عشان التواصل يحصل بشكل يومي، إن لازم يحصل بشكل يومي مع طالب الـ ADHD. واسألهم إحنا عايزين النهاردة ورانا إيه، نخطط إزاي ليومنا، نخطط إزاي اللي هنعمله. فدي حاجة مهمة قوي إن هم يكونوا مشاركين فيها، يعني بيبقى ساعات عندهم مشاكل في السوشيال، في اللي هي في إن هم يكونوا صداقات، نتيجة إن هم مندفعين والأولاد بيخافوا منهم، فبتبقى مشكلة. فلازم الأولاد اللي هم القادة دول يعرفوا إزاي يقودوا الأولاد التانيين، وإنت توجههم كمدرس أو ولي الأمر يسعى إنه يبني علاقات مع ولي الأمور التانيين اللي عندهم أولاد، يكونوا يقدروا يأثروا في الأولاد التانيين. hands-on learning دي مهمة أوي، اللي هو يستخدموا إيديهم حاجات بقى إيه، يستخدموا قديم، ودي هنتكلم فيها برضو دلوقتي. لازم يتعلموا المديشن، ازاي يعملوا ريلاكس ميثودز، زي مثلا خد نفس عميق، تاني، تالت، عد لغاية 10. دي الحاجات دي لو تعودوا عليها يعملوها قبل كل حصة، تأكد إن هم هيركزوا أكتر. بس المهم تبقى روتين يا جماعة، المهم تبقى إيه؟ روتين.
برضو هنا اهو مهم قوي ان الموضوع الروتين في الفصل لازم يبقى فيه روتين ثابت هو عارفه ومتوقع لازم في الشغل، اللي هي اول حاجه بنعملها، تاني حاجه، تالت حاجه، لان احنا عندنا ضعف الانتباه دوت حله الروتين. والانستراكشنز التعليمات تتقاله بشكل مبسط في خطوات اكتر اكتر من التانيين، بس ما تديلوش وانت بتديله التعليمات ما تديلوش اكتر من خطوه او خطوتين، يعني تقول له مطلوب منك هتحل دي ولما تخلصها هتهاجي، بس ما تطلبش حاجه تاني. وزي ما قلت الهاندز اون اكتيفيتيز حاجه زي الفادجت، فيدجت، الفيدجت سوري، فادجت دي حاجه تتاكل، بس الفيدجت دي اللي هي الكور اللي هي مطاطيه. لازم تعلمه ازاي سوشيال سكيلز، المهارات بقى التواصل، ازاي يعمل اصدقاء. التانيين بيعملوها ناتشرال طبيعي، انما ده لازم يتعلمها من البيت، بيحصل تعاون فيها من البيت ومن المدرسة. وتستخدم الهايلايتر معاهم الأولاد عشان لما يكون في معلومات أو إزاي يحل حاجة، لأن هو هيحلها مثلا بطريقة مختلفة مش هيركز قوي. ولازم يبقى بينكم من بعض كود سري كده في حالة إن هم يعني بدأوا يعملوا حاجة بره اللي مطلوب منها، عشان ما تكسفهمش قدام الناس. لما تعوز ان انت تركز معاه تقوم جاي في ودنه تقول له ايه مثلا، هوكس بوكس، هيقول لك ايه، everybody focus، او حاجة كده سر ما بينك ما بينه الطالب، بحيث ان ما يبقاش كل شوية انت تتكلمه قدام الاولاد، دي هتضايقه شوية. بس هي دي شوية نصايح ان هو يعملها في الفصل. في نقطه هنا هوت اللي هو لما تستخدم معاه ستيكي نوت عشان حاجات كده باللي مطلوب منه يبقى شايفها قدامه، او تعمل له تشيك ليست بالحاجات اللي مطلوبه منه لازم يعمل لها تشيك. المهم يستخدم كل مهارات اللي عنده، وكمان الحواس كلها على قد ما تقدر، لأن الموضوع محتاج مجهود، لكن لما بيحصل فيه روتين بيحصل فيه تقدم مذهل. فيا رب يكون الفيديو ساعدكم، وألف شكر.